ورجعنا لكم من جديد، واليوم رح نتكلم عن تجربة جديدة قام بها أحد الغواصين السعوديين على شواطئ البحر الأحمر بجدة، حين قام بكسر حاجز الخوف لطفلين، بس مو أي طفلين، معاقين حركيا. وطبعا هذا الشيء يعني سوالهم هو من خلال تجربتهم في الغوص. صحيح إيمان، فعلا تفاصيل هذه المبادرة اللي كانت تهدف إلى زراعة الثقة في أطفال الإعاقة الحركية راح تكون معنا في هذه الفقرة مع مدرب الغوص السعودي وهو كابتن إبراهيم التركي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا كابتن إبراهيم، خلينا في البداية نعرف تفاصيل هذه الفكرة، كيف بدأت؟ والله هذه الفكرة أنا يعني نشأت من خلال مشاركتي عام 2015 في 3 ديسمبر تقريبا في يوم الطفل المعاق العالمي في جمعية الأطفال المعاقين في جدة، وصارت في مبادرة في أنه أنا أقدم تجربة لأطفال معاقين، وصار في تواصل بيني وبين رئيس المركز، ولله الحمد وصلنا آخر حاجة إلى أنه إحنا اخترنا 2 على أساس أنه إحنا ننزلهم في البحر، وما كان في اي حسبان لانه حيصير في يعني ضوضاء اعلامي على الموضوع. طبعا اكيد في ضوضاء اعلامي، الموضوع يعني ما هو سهل وغريب، يعني مستحيل كنت افكر في الموضوع. فحكينا اكثر كابتن ابراهيم، كيف كانت التجربه خاصه انهم كانوا معاقين حركيا؟ هي التجربه حقيقه كانت تحدي لهم اولا، وبعدين صحيح. هي تحدي لي انا ثانيا، وما كنت التمس من وراها غير الاجر من الله عز وجل، ولكن صارت كما هي الان. هم الاثنين مثال بسيط لأي ناس أصحاء صحيح. موجودين بيشوفون الآن أو شافوني في البحر عشان تشجعوا للرياضة هذه. إحنا ما فينا العافية، ومستحيل أفكر صراحة أخذ التجربة دي، مرعبة. تخيلي 2 أطفال صحيح ومعاقين حركيا، وما شاء الله تبارك الله عندهم إصرار، عندهم إقدام، عندهم حماس داخلي صحيح، ونزلوا غاصوا بالفعل. بس كيف كانوا بيتلقوا منك تعليمات الغوص؟ هل فعلا كانوا بيستوعبوها، او كيف تم تأمينهم يعني حتى ما يتعرضوا لاي خطر؟ هو ما في خطر اذا كان في 1 2 3 قوانين حنمشي عليها، فحتكون مره سهل التعامل معها. لغه الاشاره هي اللغه الرسميه المعتمده تحت المويه، لانه ما احنا قاعدين نتكلم. البريفينج او العرض اللي انا اعطيتهم اياه قبل ما ينزلوا للبحر، أعطيتهم 3 خطوات اتبعوها حقيقة زي ما أنا أعطيتهم هي، ونزلنا البحر. طبعا كانت جدا ممتعة، مشاعر ما أقدر أوصفها. حلو. طيب كابتن إبراهيم، حكينا أكثر، إيش كان نوع الإعاقة اللي مصابين فيها الطفلين بداية، وهل أنت اخترتهم عشوائيا أو على معيار معين؟ كيف كان اختيارك لهذول الطفلين؟ ممتاز. الإعاقة سفلية، وكنت حريص جدا انه ما يكون عندهم اي اعاقه في ايدينهم عشان يقدروا يتعاملوا مع نفسهم تحت المويه. اختياري بناء على حاجتين، قانون المنظمه حقتنا اللي هي بادي ينص على انه حاجتين رئيسيه ما يكون فيها اي امراض. 1، الجهاز التنفسي يكون سليم، والحمد لله هذه ما عندهم اي مشاكل فيها. 2، الجهاز العصبي عندهم برضو يكون سليم، وقدرتهم على التحكم في اطرافهم على الاقل العلويه. جهاز التنفس السليم يعني المفروض ما يكون عندهم مثلا أزمة أو كذا؟ بالضبط، الأزمة اللي هي الربو الشديد، العادية العادية ما هي مشكلة. نعم. حلو. طيب وكيف هم يعني تعاملوا، ما واجهوا أي صعوبات تحت الماء أو؟ سبحان من خلقهم، فيهم إصرار وفيهم قوة وفيهم تحدي. حقيقة يعني لربما حتسألوني كيف كانت مشاعرك، أنا بكيت بدون أي تردد وبدون أي خجل، لأنه سبحان الله ربي ياخذ موضوع انساني ويعطي شيء انساني. صحيح. بالمناسبه لما يكون في شخص عادي صحيح ما عنده اي مشكله فيه او اعاقه بينزل يغوص، بيخرج من الغوصه وهو يرى الدنيا بمنظور مختلف آخر. صحيح. وبينطلق في كل سبل حياته. تخيلي هذول الاثنين الاطفال المعاقين علي وابراهيم لما نزلوا غاصوا كيف حياتهم الان؟ ايش حكينا اكثر، هم ايش وصفوا لك مشاعرهم بعد ما انتهت هذه التجربه؟ سعاده كيف تشوفيها في عيونهم. بالضبط. ما شاء الله، سعاده ما تتخيليها. صحيح. وبتواصل مع اهاليهم الى اللحظه هذه عن طريق الواتساب، بنتصل على بعض. والحمد لله. هل قاعد تفكر تسوي الفكره مره ثانيه؟ الاسبوع اللي بعدها سويتها برضو مع شاب معاق. حلو. من نادي في حياتنا بصمه، او لحياتنا معنى، اسمه فارس عقيل.
كان عمره 26 سنة، برضو نفس الشيء، عنده إعاقة حركية سفلية. وما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك استمتع الله. جدا، وكل ما صارت عندي فرصة راح أسويها كسبا للأجر. حلو. أنت ذكرت أنه أنت في تواصل بينك وبين أهالي الأطفال. بالضبط. كيف كان تشجيعهم لأطفالهم؟ جدا رائع، هذا هو اللي حمس الطفل على فكرة. يعني أتوقع أهالي في وضعهم ممكن يخافوا. صحيح. أي. صحيح. يعني أنا كونه ولدي معاق ما حخبي ولا حعبطه. صحيح. يخليه يحبط، تمام؟ لا بالعكس، أدفع وروح جرب. وما شاء الله تبارك الله، هم ما كانوا خايفين؟ أنا كان توقعي إنه الأهالي حيجوا ويوقفوا على راسي، إيش بديهم كلام؟ بالعكس تجنبوا تماما وراحوا بعيد. صحيح. وسابوني أعرف. حلو. كيف أعطيهم البريفينج. حلو. طبعا إحنا معنا مداخلة هاتفية من مدير مركز الملك عبد الله للمعاقين في جدة. يا هلا وسهلا فيك دكتور زهير ميمني. يا هلا وسهلا أخواتي، أهلا بكم. دكتور زهير، كيف شايف التجربة اللي قام فيها كابتن إبراهيم؟ أول شيء أمسي عليكم وعلى الجمهور وعلى الكابتن إبراهيم. يعني الحقيقة كانت تجربة جدا جميلة، والكابتن إبراهيم ما شاء الله عليه دائما مبادر ودائما مشاركنا في حفلاتنا ومشاركنا بالدعم المعنوي والسناب شات وكل الوسائل اللي يقدر بها يدعم أطفالنا بدعمه. الحقيقة كانت هي تجربة جدا جميلة. نحن زي ما أنا كنت سامع إنه الكابتن إبراهيم كان بيطبق المعايير حق السادي، نحن برضو نفس الشيء. نحن خلينا أول شيء المرحلة ما كانت هي أو التجربة ما كانت تجربة بسيطة بالنسبة لنا. نحن طبعا يعني حتى نبادر بحاجة زي هذه، نحن تم اختيار الأطفال بعناية. الحاجة الثانية تم إجراء فحوصات طبية والرجوع إلى ملفاتهم عشان نعرف هل في عندهم مشاكل في التنفس أو ما في مشاكل في التنفس. بالضبط. هل هم يستطيعوا أن يحركوا أيديهم أو أنهم يتحكموا بأطرافهم زي ما هو مطلوب. صحيح. بعد كده كان في مرحلة إقناع الأهالي، يعني يمكن هذه الفكرة، هذه مرحلة أتوقع صعبة شوي. أصعب شيء. صحيح. والله يعني هي ممكن مره كثير صعب عشان لا ابالغ في الموضوع، لكن هي كانت يعني اختيار الاطفال، وبعضهم خافوا وبطلوا وبعضهم رجعوا. صحيح. يعني احنا اخذنا في المركز حوالي 4 شهور ونحن قاعدين بنختار اطفال، لانه الحقيقه ما نبي نعمل تجربه ولا سمح الله تفشل، والفشل في الموضوع ده خطير لانه دول اولادنا. يعني صحيح. مهما كان دول اولادنا، فنحن نبي نوفر كل الوسائل. بعدين صار انه الحمد لله ربنا وفقنا بالطفلين هذول ومواصفاتهم ممتازه، والحقيقه كلهم الاثنين يعني من اشجع الاولاد عندنا، ما شاء الله عليهم، من افضلهم وتعاونا. جميل. واهاليهم برضه متعاونين جدا. بعدين بدات مرحله الاختبارات، اخذ الموافقات، اخذ الموافقات. طيب على التصوير. دكتور زهير اعذرني بس ابغى اسالك سؤال، ايش ممكن تجربه زي اللي صارت مع الطفلين المعاقين حركيا ممكن تضيف لحياتهم؟ حكينا اكثر عن هذا الموضوع. والله شوفي، الله يسلمك، نحن يعني اول شيء نحن بنتبع لجمعيه الاطفال المعاقين. الجمعيه هذه جمعيه رائده برئاسه الامير سلطان بن سلمان، يعني صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان، ل 28 سنه هو بنقل الجمعيه نقلات نوعيه جدا كبيره، لين وصلنا الان الى 13 مركز. فمن ضمن الاشياء اللي نحن موجوده عندنا في مراكز الجمعيه بالذات مركز الملك عبد الله، في عندنا برنامج للبدلة الفضائية، نحن جايبين من وكالة ناسا الفضائية. جايبين بدلة اسمها تيرا سوتي، نحن كنا من أوائل، الآن لها 10 سنين عندنا. صحيح. عندنا برنامج برضو لركوب الخيل، يعني أولادنا كل نهاية أسبوع بيروحوا بيركبوا خيول. حلو. مع الصبل اسمه السماء المفتوحة. ممتاز. عندنا أولادنا هذولي برضو نحن بننزلهم، نحن عندنا هايدروبول اللي هي المسبح اللي هو مسخن، بينزل في. حلو. لكن دكتور زهير، هل ممكن أنشطة زي النشاط اللي قام به أو التجربة اللي قام بها كابتن إبراهيم، هل هذا ممكن يكسر الحاجز النفسي للأطفال، أو ممكن أنتوا تضيفوا للأنشطة حقتهم هذه أنشطة من هذا النوع؟ والله طبعا بالإمكان الإضافة، لكن شوفي التجربة يعني يمكن مو هي أول مرة تصير بالعالم، لانه نحن برضو عملنا ريفيو وشفنا ايش اللي صار قبل كده وهل فيها اشكالات، ولكن يعني شجاعه الكابتن ابراهيم صراحه، شجاعه الاطفال اللي كانوا معاه وتجهيزات وتحضيرات وجود فريق تصوير متكامل،
يعني كان يمكن صحيح طفلين لكن كان حوالينهم 5 أو 6 اشخاص يحاولوا انهم يكونوا دائما جسم يعني في حاله اي حاجه يقدروا يتدخلوا وجوده هو شخصيا. فهي كانت يعني كل المحاذير كنا منتبهين لها، ولكن الاولاد واهالي الاولاد الصراحه يعني يشكروا قدر في الاهالي انهم هم صحيح يشجعوا اولادهم. انت تعرفي كان من زمان من الاشياء اللي كنا نسمعها زمان بدايات الجمعيه كانوا يقولوا ان الاهالي يرفضوا يجيبوا اولادهم عشان لا يقولوا والله في طفل معاق في العائله. الان الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى والوعي الاكثر صحيح الله يرحم والديك بالضبط وعي جدا كبير صار صحيح. صاروا الاولاد يجونا وصاروا بالعكس يجوا يقولوا ليش انا ما جاء دوري في البدله الفضائيه؟ انا ليش باسبوع ما رحت ركبت الحصان؟ جميل لما جاء جدا الموضوع هذه كانوا الاولاد متحمسين كثير يعني يمكن حوالي اكثر من 10 اطفال مرشحين. لكن في النهايه نحن يهمنا السيفتي سلامه الاولاد صحيح. يهمنا كمان انه نتمنى لكم الافضل دكتور زهير ميمني يعطيك الف عافيه على المشاركه ونتمنى لكم دائما الافضل في كل الجهود اللي بتقوموا فيها. ونرجع لكابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم السؤال اللي كنت سالته لدكتور زهير، هل تتوقع انت انه التجربه هذه ممكن تضيف ايش بالضبط للاطفال المعاقين حركيا؟ ارجع اعيد كلامي اللي قلته قبل شويه اللي هو احنا الاصحاء لما نيجي نخطو خطوه زي هذه ونكسر حاجز الخوف فينا راح يكون كل شيء بعد كده سهل في حياتنا، اوكي؟ سواء استخدام قرارات او خلافه. فتخيلي هذول الاثنين كيف نفسياتهم حتكون بالضبط. وكيف حتكون حياتهم المستقبليه باذن الله تعالى حيغير اكيد. طيب هل مبادرات زي كذا او تجارب زي كذا ممكن تخلق روح جديده في هذول الاطفال؟ طبعا تخلق روح جديده. يعني ايش ممكن تضيف لحياتهم؟ اول حاجه تخلق روح جديده للاطفال ان هم يكون ادراكهم اعلى صحيح يبدأوا يعرفوا انه في عالم ثاني مختفي تحت صح. هذه واحد. اثنين واخر حاجه تخلق روح جديده في الناس انهم يكونوا معطائين وهذه صحيح الأهم. صحيح. طيب الاطفال يعني مثلا لما يدخلوا في هذه الامور هل تتوقع انه هذا الشيء يعني حيساعد الاطفال الباقيين المعاقين حركيا في تنفيذ هذا الموضوع بطريقه اسهل بعد ما شافوا تجربه اصحابهم؟ طبعا حيكون عندهم دافع وشجاعه اكثر وحيكون في ثقه في مدرب الغوص صحيح. سواء انا وغيري من المدربين لانه الجميع اكفاء ومؤهلين صحيح. كابتن ابراهيم التركي طبعا نورتنا اليوم في سيدتي نور جدا سعيدين بوجودك. الله يكرمكم. شكرا لك. العفو منكم. متابعينا فقرات سيدتي باقي مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.